السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سأقدم لكم شرح جديد لطريقة تهكير لعبة ريزدونت ايفل 4. هذه اللعبة نعرف أنها لعبة جميلة جدا، لكن نجد صعوبة جدا من ناحية الوحوش. نجد أنها وحوش قوية ونستطيع قتلها بسهولة، وكذلك الذخيرة قليلة، أسلحة ضعيفة الضرر. يعني هذه كل المشاكل نعاني منها عندما نلعب في لعبة ريزدونت ايفل 4، لكن لدي لكم الحل. الآن سوف نتجنب جميع هذه المشاكل بهذه الطريقة، وهي تحميل برنامج لتهكير لعبة ريزدونت ايفل. يصبح لدينا جميع الأسلحة القوية وبذخيرة لا تنتهي. كيف نقوم بذلك؟ أولا بعد كل شيء ندخل إلى برنامج تحميل البرنامج، يعني ندخل إلى الرابط، يعني افعلوا كما فعلت أمامكم، سوف تتيسر الأمر بكل سهولة. نضغط على أن نسيب برنامج روبوت، نضغط على كيركهير تو كونتينيو، ننتظر 5 ثواني. بعد مرور 5 ثواني نضغط على جيت لينك في الأسفل هنا باللون الأخضر، يطلع لنا المكان الموجود به رابط التحميل. نضغط على تحميل مجاني، ننتظر فقط 10 ثواني. نضغط على انا لست ببرنامج روبوت وننتظر انتهاء الوقت العد التنازلي. بعد ان ينتهي نضغط على انشاء رابط التحميل. نضغط على هنا بالاخضر، اضغط هنا للتحميل، يعني مباشرة بعد الضغط يصعد لنا التحميل. يعني برنامج صغير 25 ميجا كيلو اوكتي فقط، يعني صغير جدا. انا سبق لي ان حملته، سألغي التحميل. وثاني شيء نقوم بتحميل برنامج فريم وورك. بالنسبة إذا كان لديك برنامج فريم وورك فهو مهم لجميع الألعاب والحاسوب، إذا لم يكن لديك فقط قم بتحميله بهذه الطريقة. مايكروسوفت فريم وورك هو برنامج مشهور جدا، تتطلب منك الكثير من الألعاب. نضغط إلى الرابط التالي، نضغط على نسوي برنامج روبوت، نضغط كليك هير تو كونتين، ننتظر 5 ثواني إلى أن تمررنا إلى موقع لتحميل الفريم وورك. بعد انتهاء 5 ثواني نضغط على جيت لينك. ثم بعد ذلك تظهر لنا صفحة تحميل الفريم وورك. أنا أنصح به جميع اللاعبين، يعني الشباب بصفة عامة، لاعبين أو أي أو برامج أو أي شيء يكون ألعاب أو استعمل برامج، يعني يحتاجوا الفريم وورك فهو مفيد جدا. نضغط على تنزيل، بعد الضغط على تنزيل ننتظر قليل. إذا لم يظهر لك شاشة التحميل اضغط انقر هنا. من سبق لي أن قمت بتحميلك. بعد ندخل هنا، بعد ان نضغط على انقر هنا يظهر لنا هذه الصفحه، نقوم بتحميله بشكل عادي. انا سبق ان حملتهم 2. نخرج الان. ماذا سوف نفعل الان؟ الان اللعبه لدينا، يعني شيء ضروري. اذا لم تتوفر اللعبه فقط اكتبوا لي في التعليق اسفل الفيديو انكم تحتاجون الى رابط اللعبه، سوف اضعه ايضا، لا مشكله لدي. بعد ان نقوم بتحميل برامج فريم وورك كما هو ملاحظ، وبرامج هاكر اللعبة اسمه ليج اوف ليجند بروفيسيونيل، يعني نقوم بتسطيب الفريم وورك اولا. يعني اذا قمنا بتسطيبه بالشكل العادي نذهب الى البرنامج، نقوم بفك الضغط. بعد ان نقوم بفك الضغط يظهر لنا هذا الشكل، هذه الايقونة نحتفظ بها جانبا. ماذا سنفعل الان؟ سوف ندخل الى اللعبة ريزدونت ايفل 4، نضغط على جوي او بلاي او اي لغة لديك. ندخل الى اللعبة، ندخل إلى بشكل عادي.
هذه هي اللعبة يا إخواني، كما تلاحظوا هذه الحقيبة، يعني تتوفر على مسدس بسيط وبندقية كذلك بسيطة، يعني حقيبة فارغة عندي، يعني لا يوجد فيها أي شيء، وكذلك الرصاص قليل جدا وأسلحة ضعيفة في مستوى واحد. ماذا سوف أفعل لتجنب كل هذه المشاكل؟ أولا ندخل إلى البرنامج، نضغط عليه مرتين كما تلاحظون، نضغط على أوكي، ننتظر تحميله يلا الأخضر. هذا هو البرنامج. كيف سوف نستعمله؟ سهل جدا، كما هو معروف هذا المسدس الذي أمتلكه الآن هو مسدس اسمه الهاندغون، يعني أي شيء تريد أن تعرف اسمه اضغط عليه فقط وانظر أسفل الحقيبة سوف تجد اسمه، مثلا هذا اسمه هاندغون، هذا اسمه الشوتغان، هذا اسمه فيرست ايد سبراي، يعني هذا هاندغون امو، الشوتغان شيلد، يعني كل شيء يوجد له اسم، إذا لم تعرفه فقط اضغط عليه وستقرأ اسمه في الأسفل وهو نفس الاسم الموجود في البرنامج. ماذا سوف نفعل؟ نذهب إلى إيتيمز رقم 2، نجد أن الهاندغون موجود لدينا. ماذا سوف أفعل؟ أريد مثلا أن يصبح لدي الكثير من الرصاص، سهل جدا، أضغط على 999، يعني أعلى عدد يمكن كتابته هو 999. بعد أن كتبناه بشكل عادي ندخل إلى اللعبة مجددا، نلاحظ أن المسدس صار عندنا مليء ب 999 رصاصة كما تلاحظ. أنا أطلق النار والرصاص بدأ بالتناقص، يعني نفترض مثلا الرصاص أصبح عندي صفر، ماذا سأفعل مجددا؟ سهل، أرجع إلى البرنامج بسرعة، أضغط فقط بوز في اللعبة وأرجع إلى البرنامج، أكتب 999 مجددا وأرجع إلى اللعبة وأجد المسدس مليء برصاص مجددا. يعني هذه طريقة سهلة نقوم بها لكي نقوم بقتل الوحوش بدون مشكلة. الشيء الثاني الذي أريد أن أقول لكم بأن هذا المسدس لم يعجبني، مثلا هذا المسدس لم يعجبني أنه ضعيف أو شيء، لنرى قوته مثلا، قوة هذا المسدس هي واحد فقط، يعني واحد درجة فقط، يعني المسدس ضعيف، أنا لم يعجبني، أريد سلاح قوي. ماذا سأفعل؟ سأرجع إلى البرنامج، نضغط على هنا هاندكون، تأتي لنا هذا الجدول أو هذه اللائحة، ماذا سوف نختار؟ النصيحة لي من عندكم، سلاح قوي جدا لدرجة لا توصف، اسمه يعني هاند اسمه نسيت على اسمه، صبر اصبروا لكي أرى اسمها سوف أعرف، نسيت أين هو، وجدته، هاند كانو، هذا السلاح قوي جدا وصغير اسمه هاند كانو، يعني لدي سوف أضع 999 رصاصة في هذا المسدس القوي. أرجع إلى الحقيبة، أضغط هنا، كما لاحظتم أصبح لدي هذا المسدس القوي. كيف عرفت أنها قوي؟ لندخل إلى تفاصيله، 30 في القوة، يعني رصاصة واحدة من هذا المسدس تساوي 30 رصاصة في المسدس السابق، لاحظ الفرق الشاسع، 30 رصاصة في المسدس السابق مقابل رصاصة واحدة في هذا المسدس، يعني ضرر خيالي، هذه تساوي 30 رصاصة في الهاندغون، يعني شيء جميل، وكذلك توفر 997 رصاصة، وأقوم بنفس الطريقة، إذا انتهى لي الرصاص، أرجع إلى البرنامج، أرجع أذهب إلى هذه الخانة، أضغط على 999 وأرجع إلى اللعبة، يعني هكذا سوف أصبح لا أقهر أمام الوحوش. أتمنى أن يعجبكم هذا الشرح وأن يعجبكم الطريقة، وأي سؤال أو أي استفسار ضعوه في التعليق أسفل سوف أجيب عليه، ولا تبخلوا علي بالاشتراك والإعجاب وكذلك الاشتراك عفوا جيم، يعني إعجاب اشتراك تعليق كل ما هو مفيد لي ولك، وأرجو لك الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.